باشرنا يوم الجمعة السابقة يوم 10/2/2024 بصيانة الجوينات اللي خاصة بالمجسم. أنجزنا العمل يوم 12/2/2024 يوم الاثنين، وتم تسليمه للبلدية بعد مناشدة أهالي النجر على تصليح التخسفات الحاصلة بالمجسم. اتفقنا مع بلدية النجف انه اكو مبلغ زاد عندنا بالجوينات انه نصلح به هذن التخسفات اللي صارت. واليوم احنا كشركة من غد يوم غد بناء على مناشدة بناء على اتصال السيد رئيس المجلس الدكتور حسين العساوي اتصل بي قال لي كمل هذا حتى لو على حسابك الشخصي ما عندي مشكلة، بس هي المفروض من البداية انه تقول احنا ما نقدر نعالج، ليش تخلي هاي العالم الدوام تخلي هذا الازدحام، صرنا مسبة كشركة، العالم عبالها الشركة يعني متلكة ما تشتغل، دوام البلدية من الساعة 8 للساعة 12 ويحلون، ماكو لا شفت ليلي، يوم الجمعة ما طالعين، السبت ما طالعين، اليوم هم ما طالعين، هذا مثل ما اشوف، وإن شاء الله احنا راح نبلش بها من باكر مدة 3 أيام إلى يومين، من غير اليوم، ننجز الشارع ونفتح إن شاء الله بحال الله. يعني التأخير بطبيعة الحال يعني المادة المستخدمة في التصلب تحتاج من 5 إلى 7 أيام لكي يعني تجف ومن ثم يفتح المجسر أمام حركة المرور. اليوم تم افتتاح لاين الأياب اللي هو من مدينة الكوفة باتجاه مدينة النجف، انفتح أمام حركة المرور.